أريد أن أوضح لك بأن الحكومة اليمنية ومنذ ما قبل اتفاق ستوكهولم وبعد اتفاق ستوكهولم تؤكد، وأنا أؤكد بأن الحكومة اليمنية ترى ملف المعتقلين والمخفيين ملف إنساني. طالبنا أكثر من مرة وموقفنا واضح، الحكومة الشرعية موقفها واضح بأن يتم التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل. نحن لا نريد معتقل واحد ولا سجين واحد في السجون. وبالتالي أطلقنا مبادرة وتلقينا الكثير من الإشادات، سواء كان من المبعوث الأممي أو من المجتمع الدولي أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لموقف الحكومة اليمنية، بأن نحن لا نميز بين معتقل وآخر. صحيح ما ذكرته زميلتنا بأن هناك أولوية لكبار السن والمحكومين عليهم بالإعدام والصحفيين وغيرهم، لكن الحكومة اليمنية ترى بأن قاعدة الكل، الإفراج عن الكل مقابل الكل، هو الأساس في هذه عملية التبادل. نحن لازلنا مصرين ولا زالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تصر على أن النجاح أي عملية تفاوضية هو بالإفراج عن كل المساكين والمعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي، وهذه أولوية نعتبرها أولوية قبل البدء بأي عملية تفاوضية أو التوقيع على أي اتفاقيات أو غيرها أو أي عملية سلام. لا سلام في اليمن بدون إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا. نحن نعيش معهم كل يوم الآلام، سواء كانت آلامهم هؤلاء الذين يتعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيات الحوثي، أو أولئك أو أسرهم الذين يعانون سواء من الفقد أو طيب. أو الإخفاء القسري. أوكي. نحن نعاني، وزارة الشؤون القانونية ترى وتبقى في هذا المجال على كل الشركاء وعلى المبعوث الأممي وعلى الآليات الدولية بأنه لا سلام دون الإفراج عن الكل مقابل الكل.